ما المشروع فعله في عرفة؟ أنا لا أعلم هل السائل يريد نقله للواقفين بعرفة أو لعامة، ولكن نجيبه إن شاء الله. أما الأول ويشتغل للواقفين بعرفة يستغلوا هذا الذي جاء في السنة صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم دفع من منى بعد الشمس ثم نزل بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ونزل في بطن الوادي فصلى الظهر والعصر وخطب الناس السلام، ثم اتجه إلى الموقف اختار أن يقف فيه وهو شطي عرفة أهل الجبل، فوقف هنالك حتى غربت الشمس. أدعو الله تعالى، فينبغي الإنسان هذا اليوم لما فيه مصلحة، ولا سيما آخر النهار والذكر التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويحسن يدعو بشيء يعرف ما ليعرف ماذا يدعو الله به. أما ما يدعو بعض الناس كتبا فيها أدعية يدعون بها وهم لا يعرفون معناها فهذا قليل الفائدة، ولكن من الذي ينبغي هو أن يدعو بدعاء يعرف حتى يعرف ماذا دعا. وأما بالنسبة لغير الواقفين بعرفة فالذي ينبغي الله واليوم عرفة فقال أحسب على الله أن يؤتي قبل التي بعده، ويستغل قراءة القرآن يوم عرفة أحد من عشر من عشر قال من أيام من عشر قال ولا رجل خرج بي وماله. بارك الله.